لا والله بالشاورما البطلة. هذه لك شطة كاتشب مايونيز. يجي يا ردم. وهذه لك يا كفتة. بدون شطة، بدون كاتشب، بدون مايونيز، بدون مخلل، بدون بطاطس. كان طلب تميس يا زيلك. اي والله. ما هو؟ وهذه لا هذه. هذه لك بدون مايونيز. كهو عليك. وهذه زيادة شطة لك يا عزوز. ايه. ابو هزيب انا في حالي يا ابوي. انا اللي فيها مكفيني ونفسيتي مسدودة عن الطعام. افا. وش العلم يا خوي؟ محلك كماليات، محلك كماليات اللي ورثته أمي من جدي بعد 30 سنة رح نضطر نقفله. كانت لقمة عيش أنا من ظهره ونأكل ونشرب منه. هنقفله وأزيدكم من الشعر بيت. أنا لازم أرجع جدة بكرة ضروري. تدروا ليه؟ جدتي مسوي عملية أدعو لها بالشفاء. الله يشفيها. عملية إيش؟ الله يبعد عنكم كل أذى ومرض. لوز مسكينة، كم مرة أنبهها يا جدة لا تأكل الإسكريم، يا جدة الإسكريم هذا مو كويس، يا جدة سكاكر ومثلجات هذه ما تصلح. ما في فائدة. أكلت الإسكريم وضربت عندها اللوز. أبشر بالفزعة يا خوي. والله العظيم رح تفزعوا. ترى المحل كبير والعمار كلهم سافروا. أفا عليك يا عزوز بسافة، حنا نشغل لك المحل زي أول وأحسن. والله هذا العشم، والله إنكم إكا والبقية في الدكة، يا ماركات أنتوا يا أصدقائي، بس والله أنا ما أنصحكم الصراحة، لأنه المحل كبير وفي له روحة وجاية واستيقاظ باكراً، بس إذا أنتم مصممين، أوكي، بس عندي شرط. تتشرط كمان؟ إيوه أتشرط، في البيزنس ما ينفع تدخل العاطفة. رح أصرف لكم لكل واحد فيكم 100 ريال في اليوم. أفا عليك يا عزوز. أفا بس ما هقيتها منك. حنا جايينك فزاعين، ما نبي منك شيء. علي حركات هذه؟ ألعب على غيري حبيبي. لا يخدم بخيل. وبعدين توتوا على كبوتوا عشان بكرة النهار لا تحسبوها جميلة علي. انتبه. طبعا يا حبايب، هذا هو محل الكماليات حق جدي الله يرحمه ويغفر له. أهم شيء يا حبايب الزبون أباكم ما يخرج من هنا إلا هو راضي. وكان جدي دائما شعاره الله يرحمه العميل أولا. العميل إيه؟ أولا. العميل إيه؟ أولا. أبشر بعزك. ازهلها. لا تشيل هم يا عزوز، روح جدة وانت مطمن ومرتاح. بس نبغاك يعني قبل ما تروح ترتبنا وتنظمنا، من فينا راح يكون المدير؟ أنا راح أكون المدير بس عن بعد. إيه سلامات، أنا ما حد مدير علي، أنا المدير هنا. ما حد مدير علي يا أبوي، أنا مدير نفسي. وأنا ما أبغى مدير، جاي فزعة. خلاص يا حبايب، كلكم مدراء للمعرض، بس عامر راح يكون المشرف. أهم شيء مو مدير. خايف استقعد لك يا ورع. خلاص يا خوان، قلنا هو المشرف. وبعدين نسيتوا جدتي اللوز. بيشيلوا لها اللوز حقتها. وانا لازم الحقها واكون معاها. دعواتكم لها بالشفاء يا حبايب. كيا كما كان كيا جدة يا مسكينة. حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام عليكم. ادعوا لها بالشفاء يا اخوان. الله يشفيك ويشفيها. والان ابوزع لكم المهام. عامر حطني في مكان مريح، ما ابغى انكره. سلامات، ترى الرجال دافع لك فلوس يعني بخشم الريال، كل يوم يعطيك 100 ريال. انت ابى احطك قسم الالعاب والاطفال. يس هذه امنيتي. وانت يا شكش ابى احطك بقسم الملابس. وانا انت تنفع كاشير لانك محدد الشنب. ايه اهدى، لا تقعد تمر علينا، كلنا بنهوى سوا. ايه لا تنفخ، لا خليك حمالي الحين. يلا ربع ساعه وكل واحد في موقع. أوكي. وشعارنا هو العميل اولا. هو العميل اولا. هو العميل اولا. انصراف. أبوك يا المدير البطل. قول لي يا واد، كيف بتسافر وتسيبهم في المحل؟ يا ماما هذول أصحابي مرة ثقة عمياء. وبعدين بالله لو جبنا عمالة تدري قديش رح نخسر فلوس؟ أول شيء استقدام، بدل سكن، تأمين صحي، حنطفل. لكن هذول أصدقاء الصدوقين، على من إلا تسأل فتأل عن قرنه. يمسكوا المحل، عدم السرقة، عدم النهب. أقول لك على شيء، عندهم تخصصهم أصلاً مشقة وتعب.
هذول يا ماما ضد الكوارث الطبيعية والمناخية، ضد التعب، هذول ناس حريقة يا ماما، حريقة. حريقة اللي في رابطة الاتحاد؟ لا يا أمي، مو حريقة اللي في ليتي مع صالح قرني، قصدي هذول تخصصهم مشقة وتعب، شغلهم حريقة كده، هيلمان وهشكبش. ألو؟ شيشني وحشني زكريا، الأمور هيك؟ حجزتوا الكباين؟ كله تمام؟ أيام هابي بالصلاة على النبي، نبغى شعارنا العب حتى تتعب، نبغى ننبسط. أسمع زيكو تكفى تعلي على المطار في الوقت المناسب. خلاص زيكو حبيبي، أيام هابي بالصلاة على النبي. يلا أمي هتوحشيني. يلد عندك شواحن؟ شواحن؟ يا هلا والله ومسهلا، نورت المحل يا شنبو. هل بقى؟ هامرني وش تبي؟ نبي شواحن. بس شواحن؟ ابشر بعزك. عليها ضمان. عليها ضمان وما جاك علي. ورني اياها. همشي امشي قدامي. ابو الشباب انا بسافر شرم الشيخ وبي شورتات قويه من الاخر. اهلين عزيزي العميل، عندك شو الديزاينات هذه جديده واليوم نازله، بس لمين؟ جدتي اكيد لي. لك انت كم مقاسك؟ 4X 1L. 4X 4X بكل ثقه قاعد تقولها. متخيل شكلك انت وانت متكي كذا على الشاطئ والمطبات الهوائيه دي كانك حوت. تجيب لي شورت ولا فقع وجهك. عامر سلامات سلامات سلامات، خير ان شاء الله. وش فيك متفلت عزيز العميل؟ ابي شورتات هالحين الحين، تطلعوا لي واحد. كل هالزحمه عشان شورت؟ ابشر بعزك بس لا يكون لك. اتحداك السروال البطل عاد الحين، تبين اوصل لك بالهلي ولا اشحن لك بسطحه؟ لا حطه في صندوق موتري. ابشر ابشر بعزك. طب اسمع، لا تنسان من السنابات بشرم الشيخ، وترى يضبط عليك التان، لا تنسى تسوي تان. اوكي هلا والله بالمسافر البطل. حسابك 380 بس عشانك خليت الحساب 300. يوه ما عندي الا 100 ريال، ما توقعتكم غالين كذا. خلاص ما عاد اجيكم مره ثانيه. لا 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 خلاص، اعطيني ذا 100 وجيب الباقي بعدين. وليه هذا كله؟ عشان شعارنا العميل اولا. وين المدير؟ وين؟ يلد يلد وين المدير؟ انا المدير بس ما لي دخل. شلون مالك دخل؟ طقطق علينا انت؟ لا يعني بس مدير شكل. شكل؟ اركض في ديتك، وش فيك متفلت عزيزي العميل؟ معطيني شاحن خربان، رجع فلوسي. سلامات، هذا الشاحن قديم ولا عندنا مثله، تلعب علينا انت؟ يا رجال هات من ألعب عليك، والله لا اشتكيكم وحوسكم حوس، تغريب وتقفيل وترحيل. تغريب وتقفيل اوكي، بس ترحيل فاهم غلط انت، ترانا سعوديين، ومع ذلك ابشر بعزك، مالك الا شاحن جديد وابشر بالحق. تفضل حياك الله على عشاك، هذه ذبيحة كاملة وفوقها 20 شاحن. يا ربع الموضوع ذا علشان ايش؟ لأنه شعارنا هو العميل أولاً. هو العميل أولاً. هو العميل أولاً. تفضل يا الربع. لا العميل أولاً. العميل أولاً. العميل أولاً. وأنا الثاني يا عيال. وأنا وأنا بسم الله. يا عيال هذا اليوم الثاني لنا بالمحل، ما نبي العميل يطلع إلا هو راضي، لأن العميل يجيب عميل، وشعارنا هو العميل اولا. هو العميل اولا. هو العميل اولا. انصراف يا ابوي. ايه ابغى اجازه كذا يومين بروح جده يا ابوي، انا تعب وكرب. ايه لا تسوقها، تراك ما داومت الا لك يومين وانت بريح قسم، لان قلت الحين نقل تاديب لقسم المنظفات، والله انت تطلع الريحه من راسك وتصدع. ايه اهدى من كذا، تراني زي زيه، لا تخليني. ها لا تخليني وشو؟ ورشي عشوة. شعارنا هو العميل اولا. هو العميل اولا. هو العميل اولا. انصراف. اسم الكريم كفتة. وين عم مليون يا كفتة؟ اسمع انا عندي سفان، ما ابغى المسبح يكون عميق ولا فيه ثقب، عليك وجه الله ما تبيع لي الا بضاعه مزركشه. موجود ولك حق التجربه.
متى؟ هذا المسبح على الشر. كيف المسبح يا ولدي ظافر؟ رهيب ظل يبا. بكرة من نبت الصايم بشتري لك وعلى نخرة تيتا. أهلين وسهلين، كيف أقدر أخدمك؟ بكم ذا يا الحبيب؟ ذا؟ بـ200. كأن في ريحة. ريحة؟ هذا قديم بس مجدد، هذا الإصدار ما تلقاه بالشكل ذا، والريحة دي إلا عندنا. يا أخي أنت جوي، أنا أحب الأشياء المميزة. بما أنك تحب الأشياء المميزة، بسوي لك عرض خاص ومميز. إذا حسبت عندي كاشير بـ100 ريال. إذا نزلت تحت الكاشير 200 غالي. خلاص بشتريه. أبي مسدس يا بابا، أبي مسدس يا بابا. خلاص أبشر وأنا أبوك، بشتري لك مسدس، وهذا هو المسدس اللي لقيناه، يلا خذه وأنا أبوك. مساء الخير، كم عمر ولدك؟ عمر الله يصلحه 7 سنوات. 7 سنوات وتشتري المسدس؟ اتخبلت انت؟ وش فيها؟ ترى مسدس لعبة. اليوم يشيل مسدس لعبة، بكرة يشيل على كتفه RPG حقيقي. انت تعلمه على اجرام. اي اجرام؟ لا تكبر الموضوع. اقول لك، ليش ما توديه الحديقة اللي في الحارة؟ تخليه ينبسط ويلعب ببلاش، بلا خساير. هيا هيا هيا. والله انك صدقت يا لجودي. يلا مشينا انا ابوك، نبى نروح نلف الحديقه مجاني بلا خسائر بلا وجع راس. انا ابوك. لا يا بابا انا بالمسدس. يا ابوك انا بنروح نلف الحديقه ونستانس انا وياك، وامر الله من ساعه. مشينا يلا يا حبيبي مشينا. شاريه من عندكم وقلتوا لي يكفي 10 اشخاص، سويت فيه كبسه حمام الحالي ولا كفاني. بعذره ما كفاك، ما شاء الله عليك تانكي. المهم وين الفاتوره؟ غسلت الخدامة مع الثوب. لا يا شيخ، تسوق علينا أنت؟ طب ورا ما غسلت الصحن قبل ما تجيبه؟ والله أني مغسله في برادة عندنا في الحارة، لكن تعرف كبسة الحمام وزفرها. أما عاد حمام، من وين جايبه؟ شاري لي 20 طير، تبي طرف لك 2 3؟ أبشر. كفو والله، إي يبي لها حمام، بس اسمع ترى بحقه، أبعطيك بدالها حافظتين أصلية، وبدال الصحن ذا الآن يحضر لك صحن كبير. بيض الله وجهك. ووجهك. مثل ما اتفقنا عزيزي العميل. أوكي، مثل ما اتفقنا. كل شيء تمام؟ 100 100. ايه سلامات، داخلين شاليه انتم؟ جبت لا ماخذه معايا ولدي ولد اختي، نجرب المسبح الثاني لا يكون يخر ولا شيء، والتجربه خير برهان. لاقينا انتم حكمتك ابو برهان، تسوق علينا. ومن اللي قال لك ان نجرب مسابح هنا؟ موظفكم الله يجيب لي اسمه. لا ما اخذ الله يجيب لي اسمه. ايه كفته كفته. الله يقلعك يا بابا صنفور. وش ذا يا كفته؟ مهبول انت؟ انا ابغى العميل راضي، لان عزوز يقول لي العميل اولا. اطب عليهم حيفره. لا 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 ممنوع يا عامر، لانك مو عميل. اي صح. لو سمحت، انت تشتغل هنا؟ ايوه انا اشتغل هنا، انا مدير قسم الملابس، وهذا المكان فاضي بنغطيه. لسه ادور زمزميه من نقطه حمراء ما لقيتها. زمزميه وفي نقطه عندها عنقل؟ ومن نقطه حمراء مدحت لي اياهم سعد. هذه من افضل الثلاجات عندنا، وكمان تخلي الشاي منعنش. ابغى من نقطه حمراء. طيب اجيب لك اياها من المخزن. ما قلت لك اصليه؟ مع اني سروالي مشقوق وتقول لي اهدى. اي اهدى الله يطول عمرك، وسروال بدال سروال، مالك الا العوض. سلامات، وش فيكم؟
خويك بايع لي سروال مشقوق ويقول لي بدل السروال سروال، يرضيك الكلام ذا؟ لا والله ما يرضيني، واللي تبيه حاضر، لو تبي اشق سروال ياسر. اسمع انا ابغى رد اعتباري. ولا شف ترى في شكوى وفي تقفيل محل وفي غرامه وترحيل صح؟ يا عيني عليك وترحيل. تفضل حياك الله على غداك، وبعد الغداء ابشر بسروال جديد. انا تراضيني بدجاج وغيري بذبيحه؟ انت تعرف راعي الشاحن؟ اي هذاك يا سعد ولد عمي، وقال ان علومكم غانمه وراعي المواجيب. نصاب. وشعاركم العميل اولا. المعذره عزيزي العميل على السروال المشقوق، وبدالها سبع سراويل سنه وثلاث فنايل وثلاث سراويل مقوصر. تفضل يا مال الشحم. كفو كفو كالطيب، لانه شعارنا هو العميل اولا. هو العميل اولا. هو العميل اولا. تفضل سمو. لا العميل اولا. بسم الله. انا الثاني. انتم خلكم 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 عند السراويل. الله يغنيكم كثر خيركم. لا تنسى سراويلك عزيزي العميل. يا عامر ترى اللي جالسين نسويه ما يصير ابدا. الى الان خسراني 3000 ريال على ذبيحتين وكل من بيعنا في ذا المحل. يا ابن الحلال وش عرفك انت؟ هذا كله بمصلحة العميل، ولا تنسى تسجلها على بند الحفلات، لانه حنا شعارنا هو العميل اولا. هو العميل اولا. هو العميل اولا. الى الخيمه سر. ايش الطفش ده والملل يا عيال؟ من الصباح ما جا العميل واحد. والله طفشنا يا عامر، نبغى زباين ولا نروح البيت؟ يا عيال سوينا كل شيء عشان ننجح ولا جاء ذا العميل. اكيد في خطا عندنا. عرفت الخطا. وشو؟ لقيت لكم الحل اللي يخلي المحل يدهر من الزباين. لو ان محل ابوي ما تعبنا ذا التعب. يا عيال خوينا ويستاهل، وبكره يجي محله ويتفاجأ. احسن خليه يستلم محل امه ويفكنا. وربي تعب. يا صديق جيب شاهي. صديق جيب شاهي. ببغى انت. برافو عليكم ما شاء الله، ما خليته في المحل الا الغبره بس. كيف صرفت البضاعة دي؟ عفا عليك، وبيوم واحد بس. كل هذه من أفكار كينج التسويق ياسر. الشيء اللي سويته إني شفت فواتير البضاعة بالجملة، واكتشفت إن جدك النصاب الله يرحمه. الله يرحمه. إن الشيء اللي اشتريه بخمسة يبيعه بمية. جت على بالي فكرة. إن الشيء اللي نشتريه بخمسة ريال نزيد عليه ريال ونبيعه بستة ريال. إيش؟ كده أنتوا خربتوا بيتي؟ دمرتوا محل جدي؟ راح شوربة. انتوا تدروا ايجار المحل حاله 500,000. ناهيكم حق الزكاة والدخل، وغير كده فاتورة الكهرباء. خربتوا بيتي، راح اتقم منكم، راح اتقم منكم. سلامات، ليش مخلين باب الاستراحة مفتوح؟ أنا من ناحيتي صرت بدري، آخر اثنين طلعوا من الاستراحة كفتوا وشكش. عوايدكم يا السبك، مهبل أنتم. إيه لا تظلمونا، طلعنا وصالح موجود. أمش أمش أنت وياه أمش. أوف 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 أوف، وش ذا؟ وش هذا؟ من مسوي كذا؟ عامر، ليكون حرامك تعمل من الاستراحة. وش الحرام الفاضي اللي بيعضعض الجلسه؟ واضح انها شيطنه كلب. اي والله انك صادق، هذا شغل كلب من كلب. مسهم الخير. ايه كمان رايق؟ ليش سبت الباب مفتوح؟ وش السالفه؟ مين مقاطع الفرش؟ مين لعب بالاستراحه؟ كلب الشارع. وش قصدك؟ انا ماني دخل. اي صح مو بنت، بس في واحد هدر
ترك الباب مفتوح. لا 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 تذت انه المقصود انا، بعدين ترى ابوه عامل استراحه، ولا ما يروح تفقد الباب. سلامات، العامل كارفينه ليل ونهار، تبي يسر معك بعد وسك الباب وراك؟ ولا ما سكيت انت ها؟ ولا ما ترد؟ استرك الحين. انا اوريك. امشي كفته خلنا نضبط الغداء، وانتم رتبوا الجلسه. عامل لمين هذا؟ هذا للعامل المسكين، عطني قصدير. يلا يا الخسيس، أنت اللي سويتها؟ توني واصلة الاستراحة وجايبة معي لك هواء. حسبي الله عليه، شفتوا كيف يعذب الكلب؟ لا لا لا، هذا ما يسكت عنه، هذا لازم يتعاقب. والله ما توقعت يا بنات، موضوعي ضرب ترند، وعشان ما ينزل من ترند لازم تضيفين واحد جديد. بس اسمعي، فيلم يسوي دراما واكشن كذا قاعد يصيح يسوي حركات. زين زين. دقيقة دقيقة، يلا بس دقيقة، بعد السنابة على طول حطي كود سنابك عشان تجيك الإضافات. طبعاً بحطه. يا ناس، مو قادرة أنسى المنظر اللي شفته، مو متخيلة إنه في ناس بدون قلب وبدون رحمة. لا لا، أنا ما قدرت أنام ولا قدرت أنسى. ترى دمك غالي علينا وكلنا تأثرنا فعلاً. هذا مستحيل، مستحيل يكون بشر. هذا وحش على شكل بشر. لكن تأكدي إن راح نحيل للجهات المختصة وينال عقوبته السجن والغرامة. هلا أبو عامر. هلا، حيا الله أبو كبتة. يا أخي إيش حركات ابنك هذه؟ في كل مكان حركاته، تمسخن حركاته. خير وشو مسوي بعد؟ إيش خير؟ ابنك فاضحكم في كل مكان، مقاطع في كل مكان، في كل السوشيال ميديا، طايح لك تعذيب في الكلاب. يا اخي شوف لك حل، شوف لك حل في ابنك، اربطوه له، شوف لك اي حل فيه. اعوذ بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. اسمع، ابنك ما يمشي مع ابني بتنا البتة. اقول دخل ولك بيتك وسك عليه. سلام. فضحنا بها. ام عامر، شوفي ولدك مو بصاحي. اوف اوف اوف، عامر شوف عامر وش مسوي. عجيب والله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبا شفتوا عامر وش سوى؟ شفنا. لا، وترند الأول في تويتر. هلا والله بالقط والبطلة. وخر عن قطوتي. السلام عليكم يبا. الله لا يسلم فيكم والطبرة. وش فيك تضرب السلب يا سلب؟ وش السالفة؟ السالفة انك ما انت بصاحي. شفتوا كيف يعذب الكلب؟ لا، الظاهر يبي لنا نربيك من جديد. اوف اوف اوف، هذه وش عندها؟ كبرتها وهي صغيرة. لا والله الا انا بسب العصا، ابا اضربك لين ما تصير رجال، لين ما تكبر يا بزر. مهبول انت، الحين العالم لبست القضية وتقدر تضحك على ولد عمك. لا تحامد يا حبايبي، حل الموضوع عندي، ناقل بالطاولة على مي. وشلون؟ قبل كل شيء احمد ربك انك صرت مشهور، ثاني شيء بروح انا وياك نصور وزين السلب الاستراحة، وبظهر انك مظلوم ونميت تبلك. عز الله انك جبتها. الحين ننطرب؟ ننطرب احلى طرب بعد. عاد عيني. هلا انا اوريك. اي رجال، الحين استراحتنا نورت باللون العالمي الاصفر والازرق. صدق لو اصفر واسود احلى. اقوم اشيلها. لا لا لا، خله.
وين الجلسة القديمة؟ رميناها يا ابويا. ياسر اتبرى بالجلسة الحلوة دي والنوم عليها قال ابوي لي. والله مريحة، الله يسلمك يا ياسر. الله لا يسلمك لا انت ولا هو. ايش فيك عصبت؟ عصبت يا طقية عشان لون الجلسة ازرق واصفر. درج انت وياه درج. انا جاي اصور الخراب اللي سواه الكلب استراحتنا. كانت فكرتي عشان نفككم من هالمصيبة اللي هو به، بس انتم طلعتوا صوت هايم. اوبا يا عيال نلحق عند الزبالة يلا. ايه سلامات، وين مودي جلستنا؟ هذا كويس، انا يبقى هذا عشان شغل انا تنعيم لياسة وتنزيل تربيبة، انا يبقى هذا. والتلبيس الحمراء وينها؟ انت قلقل زيادة، انا ما احتاج، انا فدي بلدية. ابلش ما فوقين يا صديق. اسمحي لي قبل لا ابدأ اني اقوم اصفق لك. تبين الصدق؟ الشيء اللي انت سويتيه هنا عمل بطولي، عمل بطولي تستحقين اكثر من التصفيق. انا مهما ذكرت ومهما قلت يعجز لساني ان يظهر ما في قلبي على هذا المعنف اللي اسمه عامر. هذا رجل شرس، واللي انت سويتيه سويتي شيء مصيبه. الناس قاعده تبحث عن هذا المعنف ان ندينه ونعاقبه. اي والله صراحه منظر الكلب وهو ينطق حزني. لا تجيب نظر الكلب، انا كل ما ذكرت الكلب هذا ازيد شراسه، ازيد شراسه على هذا اللي اسمه عامر، وودي استخدم معه كل الانظمه اللي ادينا عشان اسجنه. سجن وقضيه ضد عامر؟ طيب شلون كيف تحت اي بند؟ يبدو يا استاذ انك ما تعرفين تتعاملين مع مين. انا من اهم المحامين في البلد، يعني لنا منافذنا القانونيه اللي نقدر نجرم المجرم فيها حتى لو ما كان. احنا ناخذ بالقرائن وندينا. بس تاكدي اني راح اخليه ورا الغضبان. بس قبل لا انسى، انت كملتي نص الطريق؟ نص الطريق الباقي عندي انا. ترى المبلغ اللي عليك 20,000 تسددينه لليهينك بعد ما نسجنه. هيه اقول لو سمحتي، ترى هذه قذف. وش تبيني اقول؟ 20,000 عشان كلب؟ اسمع 60 داهيه الكلب واللي طقه. يخرب بيته، وين الانسانيه والرحمه والله طلعتي على عمل الكلب. أنا بصراحة مستغرب من هذا الشخص، المفروض إنه ما يصنفونه من هالبشر. كيف يعتدي على حيوان لطيف ضعيف ويعامله بهالقساوة؟ هذول قلوبهم ضعيفة، المفروض إنه نرحمهم مثل عيالنا ونتعامل معهم بلطف. ما ينفع إن نكون يعني قاسين. يلا أبغى آيس كريم. أنا كم مرة قايل لك إذا شفتني أصور سناب ولا أصور مقطع ما تتقل عليه؟ كم مرة قايل لك أنا؟ كم مرة قايل لك؟ يلا انقلع انقلع. وحنا كمجتمع واحد المفروض نكون هادين، ما نكون قاسين على الناس. يا جماعة يعني هذول حيوانات لازم تحافظون عليهم، لازم تهتمون فيهم، ما ينفع كذا. وهذا اللي كنا نخشاه، ما دام الموضوع وصل للإعلام الأجنبي، من اللي بحاسب المعتوب على هالتصرفات المشينة اللي قاعد تسويها؟ من اللي راح يدفع الثمن؟ اللي راح يدفع الثمن التجارة الأوروبية اللي احنا راح نفسر التعاون معهم، وأيضا البورصة. لكن قلنا لكم يا أخي مع هالأشكال وما عوقبوا راح يطلع لنا 1,000 واحد زيه. والله يا أخوي ما أدري وش أسوي، الولد مساكين وحالته صعبة، بس ما بقى حد إلا وهاجمه. حتى أنا ما خلاني في حالي، حتى قطوتي. وحتى أنا في نص الجيم يسحب مني اليد ويهوشني. الله يهديه. بس صدقيني يا أختي، اللي فيه هذا من الفراغ، هو لازم يتوظف، لازم يشغل نفسه بأي شيء. على يدك يا أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. هلا خالي. هلا شلونك؟
الحمد لله بخير. شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. اسمعني يا عامر وانا خالك، ابغاك تمرني بالشركة بكره ان شاء الله، لانه عندي وظيفه وانا محتاجك فيها احسن من الفراغ اللي انت جالس فيه وذيت الناس وضيقت صدر امك وابوك، حتى الكلاب ما خليتها. الحين لك سنه ما وظفتني وعلشان الكلب توظفني؟ والله كفو. هلا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين خالي؟ انا عامر داخل عنده اجتماع، ممكن تنتظره؟ سلامات، ترى خالي. معلش، حتى لو انه خالك تفضل استريح لو سمحت. ابشري الحين استريح. لو سمحت يا الاخ، وين رايح؟ تعال. ها تحدوك، جايب بوتاتشينو مدرب باريس. والله وانت بسالي يا خال. السلام عليكم مدير. ليش ما تلعب ميسي؟ دايما مبابي مبابي مبابي، عط فرصة لميسي يا اخي. ترى افت انجليزي اذا تبي تتاجني بشيء ولاش. I am sorry, this is my nephew. Is this the guy who tortured the dog? You're right, it definitely is. This contract is canceled. Why? We can't do business with somebody associated with him. He's crazy. ما عليك صوت، حتى ذا crazy. Excuse me? I'm crazy? ما شاء الله طلعت طويل، بس بالملعب قصير. وراك سألت، ترى ما أعرف معناها. خلاص أنا crazy. Let's go. وش بكم؟ سلامات، وش في؟ ها؟ وين رايحين؟ إحنا بضرب عيسك، مهبول أنت، خبل. أتدري إنك خربت علي صفقة؟ يلا تقلع تقلع تقلع. والوظيفة اللي قلت لي عنها؟ ما عندي لك وظيفة، ولا عاد تجي للشركة هنا حش رجولك حش. يلا تقلع. وش دعوة يا خال؟ يفرقنا بوتاتشينيو وباريس سان جيرمان. يا ابن الحلال تقلع يا ابن الحلال، قوم عليك، لا تتعدان على شيء، انقلع. ابطلع، بس تكفى يا خال، المرة الجاية جيب زيدان، تراني احبه. يا ابن الحلال تقلع، لا قوم عليك الحين. ابشر ابشر ابشر. ليتس جو. تكفى يرحم امك، موضوعي واقف عندك، وانت الوحيد اللي ممكن تطلعني من المشكله. خلنا اصورك بالجوال وقول لهم اني انا بريء. تكفى تكفى تهز الرجاجيل، عاد شلون الكلاب. الله 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 الله، تقول لي في الصناعيه والقاك مجلس مع هذا الاهبل؟ قلت يابا قد شويه وبعد اروح البيت. انا قلت لك قبل هذه المره اصحك تجلس مع ابو كلاب، ولا حسيت رجلك حش؟ وانت والله لعلم بوك. لا 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 تقول لأبويا، أنا بطلت استراحة وبطلت عامل. قدام من بيت اقطعها يا عامل. قدام من بيت. الحين العالم وش فيها قلبت علي؟ أنا وش سويت؟ استرحت. الفتاة التي صورت حادثة التعذيب، الكلب، الأخت مي التي لا يا عيال، مو بهذه مي جارتنا. المجتمع معها. حياك الله أخت مي معنا على الهواء، ويا ليت تقولي لنا إيش اللي حصل بالضبط. مثل ما شفتوا بالمقطع، كنت جالسة بالسيارة قدام استراحتنا، وبالصدفة طلع هذا الكلب المسكين من استراحتهم، وكان هذا المتوحش مفصخ نعاله ويجري وراه. نصابة، قسم بالله ما ضربته. تبي الشهرة ذي؟ كان شوي أنا والريس يا نصابة، أنا والريس. افتحي، انا والريس. والله لو وقفت عند حدك والله ما خليكي. شفتوه شفتوه، جاي تهجم علينا بعد. لا لا هذا مو طبيعي. لا تصورين لا تصورين. لا 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 يا اخوان، كما تشاهدون هذا لا ينبغي. يبدو ان هذا الرجل مختل عقليا، ونحن يهمنا في المقام الاول سلامه الاخت مي، فنرجو ممن يكون قريبا من الحدث ان يذهب لمساعدة. الهبول ذا يبي يجيب العيد بعمره، قوم جيبه. يلا يلا الله يستر. ما اسمح لك تصورين. اقول لك تصورين يا عامر. معليش اختي، امسحيها بوجهي، خوي عنده ظروف نفسيه من الموقف اللي صار له. شفتوا حتى خوي اعترف عليه، قالت لكم هذا مريض نفسيا ولازم يتعالج. سلامات، وش اللي مريض نفسيا؟ وخر انت، بعدين ليش تعزز لها؟ معلش اعترف لهم عادين، عندك ظروف نفسيه من حلال. انا عندي ظروف نفسيه؟ من زينك من زين وجهك. شفتوا حتى هو خوي قلب علي،
عندي ظروف نفسيه، مريض نفسيا هذا. انا مريض نفسيا، مريض نفسيا حالك. قسم بالله كل الله وريه خويك، انا وريه مريض نفسيا، كل الله من حالك. عنده مشاكل نفسيه هذا الانسان، مريض. تدري عادي يا عامر، في بداية الأمر أول ما بدأ الحدث أنا كنت أناظر الموضوع من جميع الجوانب، وصلت النتيجة أني رحمت الكلب أكثر منك. واضح، ما يحتاج تقول. بس رجعت لإنسانيتي، قلت يا أخي الولد هذا ما سوى الفعل هذا إلا يبدو أن عنده مشكلة، لازم أحد يوقف معه، ما هي بمعقولة كل الناس تنمر عليه. فاليوم أنا راح أحط يدي في يدك وبوقف معك، وراح هذه اللي اسمها مي راح تاخذ عقوبتها. لحست مخي، انت الحين معي ولا ضدي؟ اقول لك معك يا عامر، اقول لك رجعت لانسانيتي، يعني بوقف معك. مي هذه نقدر نسجنها وعليها ادانه. وشلون؟ انا اقول لك وشلون. تدري مي هذه ان احنا مسكنا عليها قرينه، القرينه هذه انها جت صورتك بدون علمك ونشرتها، وهذا يعتبر من الجرائم الإلكترونية، يعني لازم تعاقب عليه، وعقوبته وشو؟ السجن والغرامة، يعني بتاخذ فلوس وراح تتعاقب. صدقني يا عامر، كأني أشوف الموقف قدامي، أبى أخليك تشوفها وهي أول ما تشوف تقول لك هاو هاو عامر، يعني بتقلب كلب. إيش كلب يا عامر؟ هاو هاو حقتنا. حقتنا. إيه تصير مصدومة. بس مالك شغل، العقوبة سجن وغرامة. سجن وغرامة؟ ايه. مي لا لا لا، سلامات. صح انها حقيرة وتستاهل، بس مستحيل انهي مستقبلها. شايف يا حبويلك، السالب كالعادة ان نلقاه بالشارع. انت تجي منه مع اللف على هونك بالموتر. انزل لما السالب معك اكله. اهم شي عندي انا بصير باث اللايف بالتوك توك، لا تناظر الكاميرا، ما ابي احد يحس انك تمثل، ابيه طبيعي. طيب ابشر ابشر. وبعدين وش اسوي؟ تنزل لما الكلب وتمسح على راسه وتعطيه اكل. لا يا شيخ، وانا ما احب راسه بعد. يا ليت تخسى انت وهو. الزبده، انا ببث من حساب واحد من اخوياي المشاهير، يعني المقطع ايش بيصير به؟ يبي يضرب. قسم بالله ان فكرتك البطله يا اخي. خلنا احسن سمعتي. كفو والله يا صالح. يا شباب، اديكم قصة السيارة بلا موية. قول دخل يوم انا وزكريا طالعين طريق المدينة، تخيل ايش حصل. ايش؟ السيارة ما فيها ولا قطرة موية، موية اللديتر خلصت علينا. اشرف تندى معاكم؟ ايوه، كان معانا في الخط ماشيين سوا. المهم انقطعنا، ما في موية، فين موية؟ ما في موية، ندور موية، ما في موية. افتكرنا عندنا طبق بيت في الشنطة، بيت بلدي يحب قلبك. المهم والله ونشيل طبق البيت نحطه في الشكمان بدل ايه؟ بدل المويه. مشينا شويتين، تخيلوا الشكمان ايش يطلع؟ ايش؟ شكشوكة. السلام عليكم. سلام نظر. واحد صفر. يا فقي وخر ايش جاكم انتم؟ هلا والله بالمنقبين. سلامات. مصدقين انه في كورونا؟ حبيبي انت ما تشوف الاخبار؟ اشاعات يا حبيبي، هذه لعبه كبيره اكبر منكم. وليش يلعبون علينا؟ عشان يتخلصون منكم من اشكالك، يقنعونك بالتطعيمه
هم من الطزها وبعد سنتين تموت انت وياه وما يبقى بالعالم الا الاذكياء مثلي. ابوك الخوف البطل. يا ولدي فكري خلني الحق على موعد الجرعه الثانيه. اصبر اصبر يبا، الحين بثبت لك ان اللقاح حقهم في مغناطيس. شوف هذه ملعقه من حديد نضعها هنا، ثبت ولا ما ثبت؟ الحمد لله على نعمة العقل. طب دقيقة الحين وش الفائدة إذا خذينا اللقاح وعامر ما خذه؟ مشينا مشينا. يا يبا يا يبا، كيف تضحي بالعائلة كلها وتسمح لهم يعبثون بالحمض النووي حقنا؟ وانت تعرف وش معنات الحمض النووي؟ الصدق لا، بس أنا متأكد إنهم بيلعبون فيه. بعدين تدري يا يبا أن اللقاح هذا ما أخذ حقه بالاختبارات؟ والله لو مو بآمن يا حكومتنا ما دخلها للبلد. أنا علمتكم وأنتم كيفكم، ترى بتموتون بعد سنتين في جماد الآخر يوم 6 الساعة 6، أنا قريها بتويتر. طب الحين لو كل العالم ماتوا تقعد لحالك شو بتسوي؟ أجلس لحالي وفلها وأخذ أغراض العالم كلها وجوالاتهم وسياراتهم واستانس. مشينا مشينا. وخر 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 كيفكم؟ أنا علمتك يبا. مليئ ستندمون، اذهبوا إلى لقاح الموت. أي مين قال سينما؟ سينما وقت كورونا. لا تخاف يا ابن الحلال، ما يدخلها إلا المحصرين. يا يعني الموضوع يدق. لا ترد، خله يدق لين ينهبل. طيب يا حبايب، دام الموضوع فيه له سينما، أنا قبل السينما بدي أضبط أحلى برات شاهي. حط حبك معك ها؟ أوف أوف أوف، هم يعطيني مشغول ذا الورع. أنا أوريك يا شكش. طيب خلنا ندق على السبك كفته. المبوح اتصل، أقفل فوجهه. لا لا يا ابن حلال، اسمع رد عليه وصرف أي تصريف، لأن لو ما رديت عليه بيدق دق لين يصدن ويفقع روسنا. هلا عامر. هلا كفته. شلونك؟ الحمد لله بخير. وينكم؟ ادق عليكم لي كم يوم ولا تردون ولا شيء. مشغولين مشغولين. مشغولين بوشو؟ انتم بالاستراحه؟ لا لا احنا منا في الاستراحه، انا في الجنوب وشكوش في جده، عزوز في مكه، ياسم عارف فيانو. على الشاهي عجب نعنا، على الشاهي عجب. يلا يلا عامر، امي تناديني. هيا هيا مع السلامه. أجل مكفتة بصوت عزوز، أنا أوريك يا كفتة. المبوجة المبوجة، أسرج أدهت، أطلع 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 أطلع. تفضل. توكلنا يا ابوي توكلنا. ماني بداخل بس بكلم العيال. انا اوريك انت وياه. يا ابني سريلك، روح اطعم زي الناس والبس كمامه وبعدين تعال. لا يا شيخ، شايفني زيكم ملعوب علي. ايه عمده لا تدخله، اشتهد المبوء هذا. من غير توكلنا ما في دخول نهائيا. انا داري بس النت فاصل ولا محمله ومطعم وكل شيء. عادي اوريك يا بكره. من غير توكلنا قلنا ما في دخول نهائيا. اجل توكلنا على الله. من جدكم يعني اجلس الاجازه كلها لحالي؟ والله ما نقدر نمسك سياره واحده. اي طعم بدونك؟ لقاح ما بماخذ. خبل انا خبل، عرض نفسي للتهلكه. ما انا بخبل انا يمه. وخر علي يا معامل، وخر علي. بسم الله عليك، انت مسخن؟ لا ما فيني شيء. احب ابو شرط مش كورونا. داري اصلا ما في شيء اسمه كورونا. طب اتفضل بس كده البس الكمامة. البس وشو؟ البس الكمامة، انت في مستشفى
ومش مطعم ودواء بقى، مفيش فيه هزار. دكتور وملعوب عليك بعد. الله يخلف بس. هلا بالعينين، هلا ولد عمي، هذا تو جاي من الرياض. انا جاي من الرياض، سمعت انه في كورونا، قلت بجي اطمن عليه. اي كورونا يا حبيبي انت لا تصدق. ها شوفوني مخالطه جنبه، وين الكورونا؟ يا عيال ترى ذا ما يوم بشيء اسمه كورونا. ابدا ما امن بكورونا، وكح بالله كح فجاه. هلا بالعيال. جلسنا جلسنا. يلا. حيا الله من جانا. الله يحييك، عاد تدري انك عاجبني؟ لا لبست كمامة ولا سويت احترازات ولا صدقتهم. جايتها كورونا أنا قبل. لحول حتى أنت ملعوب عليك يا حبيبي، ما في شيء اسمه كورونا. وش لا ما أبوه، وأنا جايتها قبل والحين أنا بي كورونا. تراني أنا كنت مثلك ما أعترف بالاحترازات ذي. إنفلونزا، هذه إنفلونزا يسجلونها حالات كورونا. وش فيك أنت، لا تصير خبل مثلهم. ها قلت ذا. أكيد يا ابن الحلال، علشان هالعنوة غداك بذا. لا والله ما يمديها يا ولد العم، أنا جايك صد رد من الرياض، عندي اشغال. لكن شوف الوالد بحب راسه. ابشر الحين نشوفك الدرب. ديري بد ديري بد يمه يبا، ما قلت لكم انها ما هي بكورونا وكذبه؟ عامر روح الغرفه كلها تطلع منها. وليش زابنا ورا الكنب؟ شفتك مصور سناب مع صالح وهو مصاب بكورونا. لا تقرب، انت شكل خطر على العائله. ايه يعني الدعوه تحجير ها؟ لا تقرب. انا رئيس التحجير لعب. تحجير، انا علمت الكورونا، انا اوريك. يا مريض. تعالي. المريض انت اللي يفكرون فيه كورونا. والله يا البليه العالم صدقه. لكن بكره يندمون ويعرفون اني انا الصح وهم الغلط. بعد إذنك. الحمد لله بس. يعني وشلون؟ ما أقدر أشوفه ولا حتى أكلمه. ما أنت بشايفته، لا ما يعقل ويصير رجال ويطعم ويلبس كمامة بعد. مكرونة وسلطة وعصير تحركاش. طوني يجيب الكهرباء ولا تكسير. كم كم 2-4 عادل. ان شاء الله النصر بياخذ الاسيوية الطير. رايحين المانيا وان شاء الله ما تاخذوها. الحين الملعب بسيط وفي بعض الناس تفرجوا مباراة عن بعد. وبعض الناس بيموت من قهر. كلمني مقتنع. والله ما اشوف هالحالي، انا اوريكم. ها كم كم؟ اقول عندك تطبيق توكلنا. انت مفكر نفسك بسوق، ترى كافي. يا اخي انا عندي تعليمات، ما احد يدخل عندي الا بتوكلنا. طيب تكفى، بس شوف اقول لك ولا هجمه. ها بشر، خذيت الجرعة الثالثة ولا باقي؟ ايه خبرك عتيق، انا اموري كلها طيبة. خشيت باخذ لي موعد، لقيت موعد اليوم الثاني في غرناطة، خذيته والحين تب التب. انت وش صار عليك؟ والله الحمد لله انا خذيت الجرعة الثالثة، ولو في جرعة رابعة بعد بناخذها. ايه هذا مرض والله انه خبيث. ايه والله الله يكون في العون. بس هلا خليفة مؤيد، من زمان عنكم. انحش يا ولد. سلامات، وراهم انحاشوا ذولي. مجرب انا. تعال يا ابو جرعه. وحدي وحودي زحمه سنين وذكريات، ساكت انادي
هلا والله خان، كيف الحال؟ شو اخبارك؟ طيب، من زمان ما شفتك. تصدق اخر مره شفتك فيها يوم تجي تصلح جبس ببيتنا. يبغى جبس جديد ارسل بابا. لا 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 لا، انا شاطف من هنا وقلت ببر عليك اسلم عليك، اشتقت لك وفاضي ما عندي شيء. بس ليش انت ما في لبس كمامه؟ ها مصدق انه في كورونا يا اخي؟ انا بابا موت من كورونا، خالي موت من كورونا، نص قريه بالباكستان موت من كورونا، كيف انت قلت ما في كورونا يا ابن الحلال؟ كله نصب، لا يكون تطعمت بعد. انا شيل واحد هنا وواحد هنا، باقي ثالث بعد يومين. انت شيل الغتيم ولا لسه؟ لا انا ما في شيء، ولا انا بشاي مهبول. انت مهبول، شيل كله نفر، هذا موت بعد سنتين يا اخي. يلا روح برا، ما في تدفين، ما في دخل هنا. تطردني يا اخي، ما في دخل هنا مره ثانيه. يلا ايوه انا ضيفك. انا يلا روح انا ضيفك. اصبر دقيقه. هاي دقيقه نعالي، اصبر. وش ذا؟ قطعها. لو سمحت توكلنا. ما معي توكلنا. لازم توكل الله عليك. هلا شكوش. هلا، ايش تبغى يا موفو؟ يا ابن الحلال ما ابي اشوفكم. ايش تبغى؟ ابي زبيرية. اوكي، بس دحين مشغول، بعد ساعتين ابشر. مو مشكلة، بعد ساعتين ابرسل لك موقع المحل، واذا وصلت عنده كلمني فيديو، اوكي؟ ايش رايك في هذه؟ لا لا لا، هذه مو بزينة، ورني غيرها. لف لف الكام يمين. ايه هذه ممتازة. هذه ممتازة، جيبها يا محمد. ابغى الزبيرية هذه. اخلص علينا يا بزر، ارجم. موبو ما دامك كذا موبو. يا موبو خذ الزبيرية حقتك. الثانية خذ. سطحتها يا ورع، انا اوريك. شلون اجيب هذه؟ وش ذا يا ولد؟ وش جاني أنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا جهز نفسك، يا بيجي الإسعاف نبي ناخذك المستشفى. يا يبا قلت لك ما هي بكورونا، أبا أخذ مسكر وبطيب. أنت جالس مع صالح، وصالح مصاب، وصالح الحين بالمستشفى، نبي نوديك غصب ولا طيب. يا يبا قلت لك ما هي بكورونا، شوية حرارة باخذ مسكن وبطيب إن شاء الله. اسمع الكلام، نبي نوديك يعني نبي نوديك. استريحوا استريحوا تفضلوا. دكتور طمني، وشلون ولدي؟ ادعوا له يا جماعه، تاخرتوا جدا، كان المفروض تجيبوه هنا اول ما كانت ظهرت عليه اعراض كورونا. سو ما كان معترف بكورونا اصلا. ممكن نشوفه يا دكتور ولا من بعيد؟ للاسف ممنوع. وبعدين يا جماعه، انتوا ايه اللي جايبكم هنا؟ انتوا كبار في السن، الافضل ان انتوا تروحوا وتتصلوا تطمنوا عليه بالتليفون. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب يا رب تنجي ولدي، يا رب يا رب تنجي. يا الله الله يشفيك يا عامر. Thank you.
حطه. ايه يلا يا ديبالا يا وحش، حرام عليك يا شيخ. عامر شوف ذا المطعم جامد، تبي دجاج ولا لحم؟ اول شيء انت قليله ادب. ليه؟ داخل الملح بالجزمه ما تستحين على وجهك. ثاني شيء ما ابي لا دجاج ولا لحم، ابي صدقين وجهك. هذا جزاي بعد. اقول انقلعي بس. خلي يلا روحي. شو طق مست البايخ؟ خذ وانا ابوك ارسل للرجال اللي يقول ليش ما عزمتوني. يابا هذاك فيديو ما هو ملصق. شوف شوف نظرته زي كذا. سليمان سليمان تبغى دجاج ولا لحم؟ نعم 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 نعم. والغدا اللي طبخته من اللي بياكله ان شاء الله؟ يمه كل يوم رز رز رز. بلا دلع بنات، الغي الطلب الحين، ما في مطعم. يا ابوي ايش الاسم الطويل ده اللي ما نعرف اقراه؟ بعدين ايش التشكيله دي؟ شكله لحيم. بدأنا بالتصريفات يا فاشل. اسمعوا اسمعوا زين. الله يها. الله يعطيكم الف عافيه يا شباب، ضيفوا الداعمين ما قصروا معانا. استهلون. وفي طلب واحد يبغى اغنيه مريت وسط السوق حقت نانسي. لا لا امزح امزح. اغنيه انا احبك انا اعزك حقت رابح صقر. يلا. استهلون استهلون. سجلوا البث ها عشان تسمعونها بعدين. الله. انا احبك انا اعزك انا باقي على ذكراك، واذا الله ما كتب تتحقق احلامك ولا احلامي. الله يا سلام. شيروا البث شيروه. ودخلني. يا اخي اهجد انت. البث انقطع. افا. قم قم معي. يعني على اساسه منقطع النت بتفوز عليه. يا فقي اهدالك وربي يفصل عليك. من اللي لعب بالمودم؟ سلامات، من اللي لعب بالمودم؟ ايش فيك انت؟ ما حد لعب فيه، انت لعب فيه؟ لا والله مو انا، قسم بالله. ما اسكت يا خوي، انا اسمع الخبر العاجل. خبر عاجل وردنا من مصادر موثوقه، انقطاع خدمه الانترنت في جميع انحاء العالم لمده غير معلومه. اوف 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 اوف. وعلى ذلك تم تعطيل جميع مواقع التواصل الاجتماعي وسوق الاسهم والعملات الرقميه. جربي جربي. يعني ما ادري حبكت ينقطع النت يوم اننا بنسوي متجر الكتروني. سبحان الله حظي وعرفه، انا ما عمري سويت مشروع ونجح. طيب الحين وش اسوي بهالبضاعه؟ وين ابيعها؟ وين اصرفها؟ حرج عليها قدام الاستراحه. والله انها فكره. قرب يا ولد قرب، على خمسة على عشرة، سريع مكياج عطورات. ايه هد هد يا ابو الشباب. يعني ترى ميك اب ما هو بجح. بعد ما افتتحوا العروبه راحت على خريص الزحمات. حاسب يا صديق. دو ريال. 2 ريال ابشر. شبكه ما في. اجل امسك. صرف 500 ما في. طيب اسمع كلها ريالين، عادي اجيبها لك بكره. ما في قرقر واجد، روح جيب صرف. اوكي لا تنفخ. اوف 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 اوف. رجعت زحمة الصرافات. سيديار، اونو، كيرم، دومينو، روت، سيديار. عادي تصرف لي. بالشرط واحد، تشتري مني بخمسين وفوق. ابشر بعزك، اوكي. ايش الفكك ده يا ابويا؟ التشكيلات كلها قديمة. اللعب اوف لاين، ابو كل. قوم يا عاد. قلهم يا طير حوال المجر، ارحموا عاشق حياته في خطر،
ومن بغى لحمه وباقي له العظام. يا بزر صجيتنا ازعجتني خلاص يكفي. سلموا لي على اللي سمع حالي وفراقه حسبي الله على اللي حال بيني وبينه. يا بزر كبيت الشاهي اسمعني اسمعني شوف اقول لك شيء واحد، اذا ترقص راح ارقص هناك زين؟ ان رقصت عندي دفنتك في الارض، اقرب وجهك هناك يلا. من قال كيرم يا عيال؟ انا. وش جوك انت والكيرم؟ ترى منقطع النت مو محجورين. ما هو بشغلك، العيال بيلعبون، ضف وجهك انت. يلا عيال جيبوا المراكي. بسرعه ارفع. اي حطه تحت. خف. تعال كفته تعال. انا وشكوش وانت وصالح. خل ذا السبك يقعد الحالة. اي اقول لكم لو مثلا نعرضها بمكان. ايش؟ نعرضها بايش يعني؟ نعرضها نعرضها. متى؟ اصبري خلا خلص فكرتي. علي صوتك ترى مو بسامعين. سلامات سلامات. يهو قصروا صوتكم شوي، ترى حنا في مقهى منا بوسعه شوي ذوق. انا اللي قاف يا ابو سعد وانزل من على الكرسي. اقول لك على اللقافه ولا تسوي فيها دور المديره، فشلتينا. خليها من اليوم ماسكه معها تحريج، يعني جتها الفرصه. انا صادقه والله معليش، يعني احنا في كافي يعني المفروض شوي هدوء وروقان. يعني هدوء وروقان هذا لما كان الناس مشغوله بجوالاتها، الحين ما في نت، تحمل شوي الازعاج. من جد اصلا من لما قطع النت الناس ما عندها الا البربره. ستوب 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 ستوب. اسم؟ خالد. حيوان خيل. جماد؟ جماد جماد خيار. ايش فيك ذكية انا؟ الخيار نبات مو بجماد. لا هو نفس الجماد لانه ما يتحرك. لا يا شيخة ما تحتسب ما تحتسب. امي تقول انزل اسوي قهوة، ابوي بيجي ضيوف. طب اسمع اسمع اسمع، قل لي جماد بحرف الخاء. خشب. اخسي الذكاء طالع على اختك. بسم الله عليك. شيل شيل النقطة خمسة. الحقيقة يا ابو عامر أنا جالك اليوم في موضوع بك. تعرف الأسهم وقفت والسوق وقف والبنوك تعطلت والنت تعطل في كل مكان. والمطلوب؟ المطلوب فزعتك. عندي عمال وعندي شركات واقفة وعندي مشاريع واقفة، أبي لي شوية سيولة. أبيك سيولة؟ السيولة والله مخك الفاضي. ولا أنا قال لك مالكم ولا الأسهم؟ أنت قاعد تشتغل تبيع وتشتري بالعقار وجيبك مليان. إلا تصير مع المساهمين ايش رب احوالك الحين؟ الوقت هذا مو وقت منن، انا الان مشاريعي واقفه والدنيا كلها عندي واطله. ما حد يعرف انه اصلا النت هيتعطل في العالم كله. هذه 500 ريال من عندي ومن يسرك العشرك، تفضل. من يسرك العشرك 500 ريال يا ابو عامر؟ جزاك الله خير. في امان الله. قال مشاريع قال ويبي يتشر ويصير مع التجار. هذا نرجع للاستراحه. شتفتي يعني حبيبتي؟ مو انتي قلتي تبين حلا؟ كلي وروقينا. والله اللي اختار على درايف ثرو خطير. طيب الفكره باختصار يا بنات، بنوزع البضائع في بوكسات ونوصلها للزبون مباشرة، يعني عملية البيع تكون في مقر الزبون نفسه، وبكذا إيش؟ بنوفر مصاريف إيجار المحل ومصاريف الموزعين، يعني ما يبغى لها شيء، شوية جهد وصبر والربح بإذن الله مضمون. يعني بياعة؟ بالضبط. ويوم إنها بياعة طال عمرس وشولة بوكسات وخرابيط بقشة وقضينا. السؤال الأهم، من وين بنجيب بياعات؟ ما يحتاج نجيب بياعة، حنا خمسة في وجه العدو، واحدة فينا تتبرع وتبيع. نعم نعم حبيبتي، تبيني أنا أطق باب الناس وأقول لهم اشتروا مني؟ سلامات. رولا معاها حق، أجل تبينا نجيب بياعة كذا زيادة مصاريف ويمكن تنصب علينا. بيان في حل ثاني؟ بصراحة فيه، بس أبي ثنتين يتطوعون للمهمة. نسويها الحين.
بعدين علمك. بعدني ما افتتح العروض احط على خريص الزحمات. هذا اول زبون. والله من جبسه عليه ذيبه. الله يهديك. اقول وجع بعد وجع. انت الثاني ترى جايين نبيع احنا من جايين نطر انت وراسك. الله يصلحك يا وليدي. امك فيه؟ اي امي فيه. من اقول لها؟ قول لها سيدات اعمال يبونس. قايلت لك من اول وشو هذا التهلك انت الثانيه بعد؟ اقسم بالله فضحتيني. وش فهمك بالتسويق؟ التسويق بعد. قصري صوتك. يلا تخلي امشي. تجي؟ هو حلو. كم سعره هذا؟ هذا يا بنيتي بخمسة وعشرين بس عشانس حبتين باربعين. وهذه الجلابية في منها مقاسات؟ تبين هلس ولا البنت الله يخليها هلس؟ لنا حنا الثنتين. أبدا أبدا تامرون أنتي وهي بس شوفوا شو ناسبكم. أوه ما شاء الله. وش الأولاد؟ لا ما عندنا شيء للعيال. ضف وجهك. خير إن شاء الله. لا لا يا أخيتي قصدها بضاعتنا نسائية ما في شيء للعيال. إيه أشوى. هذه بس بخمسة ريال. ولس بثلاثة ريال. وينزل عليه هاك الباكستاني الجريم رجال ضخم الله معطيه عافية أكبر من البال. وأنا ناصير أحلمه ما عندي إبو وناظر بيده ولا معه هاك العجلة طوله مترين وأنا تحاشاو وأبعد عنه. وناظروا لابوها كالعيالين يلعبون بالبراحة ولا تيجي تاقه هاكلك سنت. قلت يا صديق نصيته ما عندي ابو انا. قلت يا صديق قلت هذاك اللي مخشى موترك هم اهل تفته وانا هج. خلصت القصة؟ اي هجيت والله قهر. لا لا كمل بالله عليك كمل. هي لا تكذب علينا. حط شوية ملح شوية بهارات عشان تمشي علينا. ايه سلامات لا تكذب ولد عمي. بعدين تعال انت السالفة دي جديدة ما قد قلتها لي. ايه عندي سوالف واجد بس ما فضيت اقول لكم. ايه زي ما انتم عارفين رجل الاعمال ما كان عنده وقت. يا رجال كذاب اول حياته كلها في التيك توك والسناب ما عمرك صرف معنا هالكثر. يا جماعة انا عندي لكم سالفة. يا عيال ما جعتوا. وسالفتي؟ واضح انها خايسة قبل ما تقولها. من قال عشا يا عيال؟ معاك يا كابتن. وانا معك بس من الحين اقول لك ماني متحرك. وشلون لازم منه واحد يروح يجيبهن؟ ما ابوه لا نت ولا تطبيقات. مهبول انت. المطعم عندهم توصيل ناس انه في ثابت. حلو امشي لاخر الشارع ثم نديور تمشي 200 متر يجيك شارع ابن المقفع. اوكي خش مع يمين يجيك مسجد بيج. مسجد بيج ايه ثم نخش يمين. اوكي يا ابن الحلال انت وش وداك للجامع خوي قالك مسجد بيج مسجد بيج. اسمع ديور ديور الله يهديك ديور بعد الشارع هذا 200 متر خش يمين شارع ابن المقفع بيجيك خويه هناك. يا اخوي وين انت لي نص ساعه راح تريك بذاك. ما علي من طلبات الناس يا اخوي. اوقف عند المسجد لين اجيك. يا شكش خاود. يا عم انا عند المسجد انت فين يا عم؟ يا اخوي انا عند المسجد ما اشوفك ونهو انت. انا واقف عنده بعد المطب على طول. يا خي ما خبر عند المسجد مطب. يا ليل ام النرفزه انا ما يجوع انت مطب ورصيف شو بني حل؟ ورمت هاجنت الثاني مع ناقصك انا. لو سمحت يا اخويا اديني وصف واضح لاني ورايا طلبات تانية وتاخرت عليهم. اوهو تدري ارجع للمطعم نبي نجي ناخذ اطلب من هناك. هذا احسن شيء سويته. انا ادق العيال يجون على المطعم. قال ايه؟ قال التوصيل سريع اخرتها ناكل محلي والشاورما بارده كمان. يلا شباب نعتذر منكم نسكر. طب خلاص قلت كلمتك هذه وراك واقف على روسنا كأنك مراقب اختبارات. شكله بعد شوي بيسحب الأوراق. مستحيل. شو ملاك أنت؟ هذه نغمة واتساب. يلا رجع.
البنت البنت طلق طلق. يا هنة اللي ما أدري أدعي لسلامته ولا أقول الله لا يربه. يا من شراله من حلاله عله. اسمع يا عبد الله، اللي صار ما يزكي تعنوها بدن. انا داري يا عبيد، لكن وش نعمل بوش اسواد؟ وش رايك؟ وش تشوف؟ خلي الامور تمشي طبيعي وانا اخوك، وخلنا نكون حوله ما نبعد عنه لحظه الين ما لقى لي حل نهائي لهالموضوع. تفهم ولا لا؟ ابشر يا عبيد، ابشر ابشر. والله يعين، الله يعين. بيتنا. عساك ما شفت وجهه بس. ها؟ أقصد ما شفت خشته وفرته. لا ما شفته، متلثم وزبن على طول. الحمد لله. الله لا يوفقه. يا ابن حلال لا تدعي عليه. يستاهل حرامي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عامر ادعو له بالصلاح وبس. الله لا يوفقه، الله لا يوفقه، الله لا يوفقه. مع السلامة. حياك الله. الله لا يوفقه بعد. الحمد لله والشكر. لقيت والحرامي. ادخل ادخل، علمني موضوعه. يبا ادخل ادخل. ابو عبيد، ابو عبيد. هلا هلا ابو عامر. هلا هلا، صبحت بالخير. الله يصبحك بالعافيه. اقول وش سالفه الحرام اللي بغى يدخل ببيتنا وبعدين راح لبيتكم؟ حرامي؟ مش حرامي. أجل عيالك ما قال لك شيء؟ لا والله ما جابوا لي طاري يا ابو عامر. بعدين انا اللي صليت العشاء انا يا اخي، ما بي حيل على السهر. اجل تلقاهم ما يبون يشغلونك ولا يشغلون بالك. ما علينا يا ابو عامر، بس الليله ان شاء الله انك عندنا على العشاء. انت قول انك تنام بعد العشاء، وشلون اجيك بعد العشاء؟ يا حبيبي يا ابو عامر، انجار وحبيب وابن حمولي، لو تبي نسهر الليالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. صبحك الله بالخير عم ابو عامر. الله يصبحك بالعافيه. يا حبيبي يا عبيد، عمك ابو عامر الليله عندنا على العشاء، ضبط الامور ولدي. ها؟ ابشر يبا ابشر. بس اليوم يبا معزومين حنا عند خالي مفلح على العشاء. خالك مفلح؟ اي خالي، ما عليه يا عم ابو عامر، مرة ثانية. مرة ثانية، مرة ثانية، على خير ان شاء الله. وش عنده خالك مفلح؟ اليوم يبا اجتماع شجرة العائلة ولا نسيت؟ اي ويحي يا قلت تلوى مشجري. يا ابو عبيد، ما هم طمنين تصرفاتهم. لا يكون ضايقوك بشي يبا. لا 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 لا، تصرفاتهم وابوهم ما يحترمونه ولا يقدرونه. اتصدق انه عازمني على العشاء وين طولد عبيد يقول خله يوم ثاني؟ يا يبا ما تدري ايش ظروف الناس، يمكن عندهم ظرف. ما هي بأول مرة المسألة فيها. إن آما ها كاله راجو 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 بول رہا آپ کا راجو ها نہیں موسم بہت ٹھنڈا ہے یہاں پہ وہاں موسم کیسا ہے نہیں نہیں سب ٹھیک ہے یہاں پہ بس یہ کہ یہاں پہ انت الحرام بھائی انت راجو.
سلامات، وش فيك انت؟ هذا نفري ضربنا. من هو ذا اللي ضربك؟ هذا واحد غطي وجهه راح. من وين راحوا؟ راح هنا هنا راح هنا. اشو اني لحقت الليله يا عبيد، ولميت الليله ولا حد شافنا وربك ستر. لكن انا علمك الصج، ترى طقت سبدي خلاص ما اقدر اصبر. شوف لنا حل يا عبيد. ما لنا الا نتابعه ونشوفه متى يصحى ونحاول نمنعه وبس. وبس ونترك اشغالنا ومشاويرنا ونستلم خفاره هنا عند ابوي. ما في غير الحل هذا؟ لا ابو حل. وشو؟ نزمه الحين ونوديه دكتور نفسي. زمك شيطان، انت ما تسح تقول الكلام هذا. وش بيقولون عن العالم؟ ابوهم مجنون مريض مودينا طبيب نفسي. ها باي قاله تيجي باي. شوف هذا بيت، هذا بيت شيبة كبير مجنون. ايش تسوي؟ هو في ادرب انت ولا تيجي اعطيك 500 فلوس. شوية هو في يطلع انت في روح شيل فلوس سوي كده مسخرة. تمام جا 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 روح روح. انا يكبر جنجال انت. يلا يا شيبة يلا اضرب اضرب يا شيبة يلا 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 اضرب اضرب. انت مجنون انت منسفه انت. الله يصلحك الله يصلحك. توكل توكل انت وياه. ايش في كلام هذا؟ ايش في كلام هذا؟ ايش الله يحفظك. انا مجنون انا مجنون. انا اكبر جنجال انت. شلمك انت مجنن انت. ما الله يصلحك انت وياه. يلا 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 ول. ها باي بس هديه فلوس. راجو انت نفر ما في سيدر. انت حركه ما في كويس. والله ما في كويس. انت ما في كويس. ابوك البخاري البطل. ومع الليمون بعد. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا عم ابو عبيد. اقلط اقلط حمادك تحبك. يا حبيبي هالوجه. اكيد انت جاي تبغى الاجار صح؟ لا والله يا كفته بالكفاتي. انا مريت من عند الاستراحة وقلت امر عليك وبسلم عليك. انت حفالك انت حفالك. يا حبيبي والله يا عامر يا بعد حي يا عامر. انا ماني من الشيبانة المنغلجين بالحين. رجال طال عمرك فلاوي وشعبي. شعبي؟ اي بس حنا جايبين بخاري. يا حبيبي والله خلنا نتغدى ووريك اللعب بالبلوت. اوف تعرف تلعب بلوت؟ هي وشلون ما اعرف العب بلوت؟ انت قمصوعك هذه تقل اكت شرية. حلوه؟ اي حلوه. اضحك اضحك. قال لك انا يا عامر خلهم يشترون وانا ادبل. هذول غشمان لعبتي اعرفها. اي والله انك صادق انهم غشمان. شكلك استنست بالاستراحه يا عم ابو عبيد. اي والله جازتني يا عامر. انبسطت واستعصع صدري يا حبيبي يا عامر. اجل اسمع خلنا مرك بعد العشاء وندزها الاستراحه نطقها بلوت. لا والله يا بعد حي يا عامر. انا نام بعد العشاء بعدين يا ربي دخيلك. هذا النهار يمشي بساعه يا بعد حي. ولكن ان شاء الله بعدين سلم لي على الوالد يا عامر. ها سلم عليه يا راجو. راجو ايوه يجي يجي. خذ جيب خبز بريال بر بريالين عادي بثلاث ريال صمودي. اوكي اسمع جيب لبن وجيب انت الحرامي. ادري انت الحرامي. وش تبي انت؟ من انت؟ انت وانت الحرامي بعد الثاني. ها ابي اجيب الشوشه انا بذبحكم بذبحكم. وش السالفه؟ معلومه انا واحد نفر يجيك اضرب انا. ايه هذا هو ابو بيت. طب ورا يوم اسالك تقول ما ادري. هذا ولد انا اعطيه 500 ريال عشان ما في كلام. يعني رشوه. خل اوريك اعلم ابوي. سالفته ذا حرامي 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 حرامي. همسك وين الحرامي؟ وين 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 الحرامي؟ وش بك وش بك وش بك يا مصر؟ خير 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 وش بك يبا؟ خير يبا خير خير خير. وش صاير وش صاير؟ هشواني جابك الله يا حضرة الضبط. اقبض على الحرامي بغى يذبح ويسرق البيت. ابشر ابشر الحين نقبض عليه ونوديه للقسم. ابشر يبا اقصد ابو عبيد. حاضر قم 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 قم. ضابط وش تقبض على من؟ قم يا ابن الحلال امشي امشي امشي. هذا كله هسل سوا سوا بابا انت.
اسمع يا راجو، هذه 500 ريال انت شيل، بس ما نبي حد يدري. راجو، بابا مريض واجد، تعبان. هذا امر يشوف انت بابا سوى يضرب انا. والله الورطة. والله هذه امها. هات هات 500 هات. راجو! يا راجو! يا عبد الله، ايش فيك ولا ابوك؟ الله يسلمك، لا ما انا شيء تأكرفت عند الباب ووقعت على ولا لا ابو. وش مراكبات فين؟ اقلطوا تقهوة اقلطوا. تسلم تسلم يا عم ابو عامر، والله اننا مشغولين ومستعجلين. والله ما دامكم مشغولين، الله لا يشغلني الا بطاعته، حرك والله. السلام عليكم. عليكم السلام، ابو عبيد. اقلطوا حياكم الله، حياكم الله يا هلا. الا انت يا ابو عامر اللي قلت عندنا الليله، عشاك الليله قلت تم. تم. يلا، عندنا عشاء يا وليدي، يلا امشوا. امشوا امشوا يلا يلا يلا. عم ابو عامر سم سم الله عدوك، ابوي يسلم عليك ونسى انه معزوم اليوم على عشاء، خلها مرة ثانية ان شاء الله تجينا. اي ما يخالف ما يخالف ما يخالف. صدقون يا رجعتوني ورا 30 سنة. افا شباب ابو عبيد، اصلا ما توقعت جوك فله. دامك كل يوم تجينا لازم تقط. اسقط يا فقي، ايش اللي يقط ولا ما يقط؟ هو صاحب الاستراحه حبيبي ابو عبيد. ايه سلامات، دارين انه صاحب الاستراحه بس كلام كفته صح، لازم يقط. ما يخالف، تبون يقط ان بغيتوا كاش وان بغيتوا خصمه من ايجار الاستراحه يا حبيبيني، وهذه سوا وقامت عليكم يا غشمان. يلا قم يا عامر، قم قم يا حبيبي. انا هي انت في احد غيرك اسمه عامر بالاستراحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يلا حيهم، تفضلوا تفضلوا. يا من العافيه يا عامر. لا والله جايين ناخذ الوالد بس. لا والله ماني رايح انا، يما العب بلوت انا بهذا ماني رايح. يبا نسيت انك تنام بعد صلاه العشاء على طول. ماني رايح ولا تحرك يا مكسر راس عامر هنا بلوت. يا بيي يا بيي، البلوت ما وراه الا وجع الراس وصراخ وخناق. همش معنا البيت الحين. ماني رايح ابد. خلاص يا عيال خلوه، انا اجيبه بعد المغرب. عقب المغرب؟ لا 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 لازم امشي الحين. يابا امشي معنا، يرحم والديك، لا تحرجنا قدام العالم. ماني رايح ماني رايح. اقول وخر 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 انت وياه، تبوا تجلسون اجلسوا، ما تبوا تجلسون طشوا بالمياه. أربعة وعشرين لنا، 12 لهم. ركز، ترى هذه الفاصلة يا شكش. قص. من أنتم؟ من أنتم؟ أنت بحرامية؟ يا أبو إيش بالقلب؟ أنت بحرامية؟ أنت بحرامية؟ أنت شمال؟ أنت بحرامية؟ أنت بحرامية؟ أنت بحرامية؟ انت حراميه. ود ابوي البيت، ود ابوي البيت بسرعه. عرفتوا ليش اصريت ان ابوي يرجع البيت بدري؟ يا جماعه والله ما ادري منين ابتدي ومنين انتهي. ابوي حيرنا في الصباح، ما في ازين منه بالعالم، وبالليل اعوذ بالله يقلب شر وشريره. شو اسوي؟ لا حول الله. يعني يضرب الناس وتخلونه؟ وش اسوي له؟ اسجنه؟ في احد يسجن ابوه؟ هي الحاله هذه جي من زمان والله، من تالي جايته. طب الحالة ذي ما لها حل. وش أسوي يا عامر؟ قل لي وش أسوي؟ يا ابن الحلال القطه ودي لطبيب نفسي. مجنون أنت صاحي؟ أودي أبوي مستشفى أمراض نفسية، وش يقولون عنا العالم بكرة؟ كلام الناس ما يقدم ولا يأخر. أجل تخلي أبوك يضرب الناس يدعون عليه؟ يا حبيبي المرض النفسي زيه زي الزكمة، المرض النفسي يحتاج علاج. بعدين تعال الحين أنت إذا انكسرت يدك وين تروح؟ مستشفى طبيعي. أجل خلاص ودي المستشفى. هلا والله بعم ابو عبيد. هلا يا بعد حي. هلا عامر، شخبارك؟ طيب خير الله يعافيك. شلون ابوك؟ الحمد لله بخير.
اقول يا عم شكلك طفشان انت، ورا ما تروح معي والله نستانس ونفلها وبمشيك ابوديك الكافي. وين ولد الروح؟ ما عليك انت امشي معي بس، والله انت فل امها. والله اي امشي امشي امشي، انا عازمك امشي. يلا بسم الله يا حبيبي. والله لا مو من هنا، انا اللي بسوق عنك. اي يلا والله لا دلعك يا حبيبي يا والله اخليك تفلها. الله يوفقك الله يوفقك. امشي امشي يا هلا. عجيب والله، تاخذ ابو عبيد وتهرفر فيه يا عامر، وانا يا ابوك عمرك ما قلت لي اركب معي اللفلف وتهرفر فيني. يا هلا والله بعمي ابو عبيد، الحين ابوديك نستانس ونتمشى وباخذ لك كافي، بس بعد كذا ابوديك مشوار لا تعاندني فيه. يا حبيبي والله يا عامر لا ما انا معاندك، بس ابي لي كابتشينو ولا جبته لي، لو تبي توديني اليوم خرخير. ابشر بعزك ما طلبت شيء. عبد الله انت متاكد انك دورته وما لقيته؟ اقول لك نبشت بكل مكان يا رجل، ما في شبت يروح له الا وجيته ما لقيته. اسمع يا عبد الله، ابوك لازم نلقاه ولا بيجيب العيد. انا هو بعد بس 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 هذا ابوي ابوي. هلا يبا. وينك يبا وينك؟ ان شاء الله الولد اموره تمام وحالته مستقره، مع انك لازم تجيبوه المستشفى من بدري. والله يا دكتور ما كان ودنا نجيبه للدكتور نفسي يتخبر، حتى الناس ما يرحم ابد. عموما الفحوصات اللي احنا عملناها له اثبتت ان هو بيمر بازمه نفسيه نادره جدا، ولازم يقعد في المستشفى فتره طويله تحت العنايه والملاحظه. مشكور يا دكتور، بس اللي بنعرفه الحين منو اللي جابه هنا؟ انا، واعتبروني وليده مثل ما انتم عياله. السموحه منكم، لكن ابوكم لازم يكون هنا. والله ما ادري شو اقول لك يا عامر، بصراحه بيض الله وجهك ويعطيك العافيه على كل شيء سويته مع ابوي. وش دعوه يا حبيبي، هذا واجبنا، ما سوينا شيء. كفو عليك والله. تصدق يا عامر والله ان ابوي رجع عده مولود من جديد، بيض الله وجهك يا عامر ما قصرت. هاجي شيء من لندن يا عامر؟ ابد، نبيك تجيب الهايد بارك نحطه جنب الوينترلاند. يا حبيبي اسمع، سلم على الوالد وسلم خصوصا على اخوياك ياسر وشكش وكفته يقول كفاتي. ابشر ابشر بعزك يا عم، تصلون بالسلامه. الله يسلمك. مع السلامه. فمان الله. حياك الله. لا بابا 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 وش فيه؟ عامر عامر انا ابغى سفر على طول، هذا كله شيء بيضرب. انا وش مسوي لك يبا هو؟ انت ملد. انا عامر. عامر لا اكيد انك حرامي مثل. اكيد انك حرامي مثل. اصبر يبا اصبر اصبر خلنا فهمك. وجدت فهمني ايه يا حرامي؟ ابلش